ده بالنسبة لبريطانيا العظمى. في الجزائر وشوف يا أخي القدر، يفوز مرشح من أول دور، من أول دور مع خمسة مرشحين. أو الله، الأستاذ عبد المجيد تبون وهو يبلغ من العمر أظن 74 سنة، وكان وزير إسكان اتصالات في حكومات يعني عند الأستاذ بوتفليقة اللي كان مدعوم من جهاز المخابرات. خلينا يعني نحط الأسماء، طبعا بوتفليقة لا هو عليه مش كلام، بس كتر بقى الكلام وبعدين اتشال لأنه راجل ما بيش عارف يقدر الوظيفة. لما اتشال بوتفليقة، وده تحليلي أنا، اتشال بالجهاز اللي كان بيسنده، فجاء جنرالات الجيش محل جنرالات المخابرات. دي روايتي سرديتي اللي انا يعني اقدر اقولها وانا مطمن، خلي بالك عشان الكلام ده مهم، لاني شفت في 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 السودان. ما هو حمدوك وحمدتي وابو دراع وابو الرجلين كلهم دول كانوا مع البشير ولا ما كانوش معاه؟ خلعوا. وحسين طنطاوي كان مع مين؟ كان مع مبارك. مش حسين طنطاوي مشي، مبارك وقعد مين؟ و19 واحد 19 دول بتوع المجلس العسكري اللي السيسي بلعهم. الحكاية دي ما بتفوتش على واحد يعني بيقرا تاريخ بسيط. لكن هو عمل ايه؟ جاب لك خمس مرشحين وقال لكم يا تاخد حمادة يا حمدتي يا حمقة يا ابو حميد يا اي حاجة بقى، خد واحد من دول. بالعيد خد 6 من 10، بنفليس خد 10 او 11، بن جرينا اللي هو مرشح الاسلامي بتاع حزب العدالة الوطني بتاع، صح كده كان حزب، امبارح كان معانا نائب رئيسه وسامحوني على عدم التذكر. ده تاني واحد في القايمة. عبد المجيد تبون فاز ب 58%، ميهوبي خد 7%. اذا مرشح الحزب الاسلامي وقد كان وزيرا ايضا، وهو جزء من حمص، ليس من تنظيم حمص، ليس من جماعة حمص، مش حركة حمص، لكن في الجزائر الاسلاميين رأوا التعددية، فبقى في اكتر من تنظيم يتبنى الهوية الاسلامية بغض النظر في اتفاق مين بقى بيمثل الاخوان ومين. دي حركة البناء الوطني، حركة البناء الوطني. نجح التاني، خمسة دخلوا انتخابات كلهم من النظام القديم تقريبا، لانه كلهم كانوا في الوزارات، يعني ما تقدرش تقول ان هم مش في الوزارات. لكن نجح الراجل عبد المجيد تبون اللي كان بيشرب سجاير، معلش في التعبير يعني، مع صالح جايد بتاع رئيس الاركان. طبعا انت عمال تقول هي الخيارات ايه؟ ادي الصوره اهي، ولع سيجاره، اتفضل خد لك نفس. يعني الصوره دي لوحدها كفيله بانها، مش هقول لك حاجه، ده كان رئيس وزراء، وده كان طبعا رئيس الوزراء، هو كان رئيس وزراء 3 اشهر قاعد جنب رئيس الاركان، رئيس الاركان بيديه التعليم، لان الدول دي الجيش فيها مركزي. مش عايزين نضحك على بعضنا، واذا انت عاوز تعمل اتفاق بحيث ان دي يكون مرحله انتقاليه تشارك فيها العسكر مع التيارات الوطنيه، قول وما تخافش، بس قول على ارضيه ان انت مين يلا انا مش عارفك. ما تتدراش، ما تبقاش ليبرالي كاره للاسلام او علماني كاره للهويه بتاعتنا او اسلامي عمال تتسحلب وتتدحلب. لا، خليك ايه؟ واضح. نحن واضحون. الوضوح ده هيساعد شركائك ان هم ايه؟ يعرفوا اجندتك، وهيساعدك انت في الوصول لهدفك. خلي بالك الحكايه دي، وهذا والله ليس دعوه لتفكيك اي حاجه ولا تفتئها، بس هي الفكره انك انت تكون ايه؟ واضح. قول والله انا في الاقتصاد والاجتماع حد الادنى البوتوم لاين بتاعي الاسلام، وبالتالي القانون بيقول والله انه يحتكم اهل الشرائع الاخرى لشرائعهم، ده حق وعد، بس خلاص. ما هو الراجل مسيحي او الراجل يهودي بيقول لك انا يا عمي مش هتجوز على طريقه الاسلام، معاك حق، ولا هتجوز بالطريقه المدنيه، معاك حق، خلاص. يبقى كله يشيل يبقى فيه وضوح. مفيش بقى واحد لعبان كاره الاسلام او عميل عمال يخبط في الدنيا او كاره العروبه او عميل للصهاينه ولا بتاع يجي يلعب علينا لعبه ايه؟ انا بتاع الكل. مفيش انا بتاع الكل، انت واضح وصريح.